متابعي مدرسة أهلا ومرحبا بكم مع دروس اللغة العربية. درس اليوم سيكون إن شاء الله بناء الفعل الماضي. بناء الفعل الماضي، نتابع الأمثلة كما تعودنا. درس التلميذ درسه. ثانيا، الطلاب نجحوا. ثالثا، أعطيت الفقيرة صدقة. دعت خديجة جارتها للخروج في نزهة. لاحظ معي الفعل الماضي، هو الذي يدل على حدث وقع في الماضي، مثل درس. نعم جيد، درس فعل ماضي. كيف يبنى؟ بني على الفتح. إذا درس إن لم يتصل به ضمير أو لم يكن من الأفعال المعتلة فيبنى على الفتح، والفتحة الظاهرة على آخره. وإذا قلنا هما درسا، أي اتصاله بألف الاثنين، فإنه يبنى أيضا على الفتح. الطلاب نجحوا. لاحظ مع الفعل الماضي هنا بني على الضم. لماذا؟ لأنها الملائمة للواو، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. إذا يبنى على الفتح إن لم يتصل به شيء، يبنى على الضم إن اتصلت به واو الجماعة. لاحظ مع المثال الثالث، أعطيت الفقيرة صدقة. أعطيت، إذا بما أنه معتل الآخر بني على السكون. الفعل الماضي سواء المعتل الآخر أو صحيح يبنى على السكون إن اتصل بالتاء المتحركة والتي تسمى تاء الفاعل. دعت خديجة، لاحظ الفعل المعتل دعت، بني ليس على الحرف على الفتحة التي موجودة على العاء، وإنما على حرف العلة المحذوف. دعا حرف العلة المحذوف، فنقول دعت فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على حرف العلة المحذوف لاتصاله بتاء التأنيث. التاء الساكنة تسمى تاء التأنيث. كرمنا الناجحين. كرمنا، الميم هنا فيها سكون، فنقول أيضا يبنى الفعل الماضي على السكون لاتصاله بنا الفاعلين. نا الفاعلين ضمير متصل في محل رفع فاعل. ننتقل الآن إلى المناقشة وإعراب هذه الأمثلة حتى نعود ألسنتنا على الإعراب. نقول درس فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. التلميذ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذا درسه، لاحظ معي درسه، نتذكر المفعول المطلق الذي أطلق من نفس أحرف الفعل درس درسه. إذا هو مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة كما تلاحظون، وهو مضاف، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. ننتقل إلى المثال الذي بعده. لاحظ معي، الطلاب نجحوا. الطلاب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره كما تلاحظ. نجحوا فعل ماض مبني على الضم. نجحوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. نلاحظ المثال الذي بعده، أعطيت. أعطيت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. أعطيت ماء الفقيرة. الفقيرة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. صدقة مفعول به ثان. الفعل أعطى ينصب مفعولين، مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لاحظ معي الفعل دعت، كما قلنا سابقا هو من الأفعال المعتلة، الحرف الأخير معتل، إذا هو فعل ناقص، فنقول دعا. دعت فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف المحذوفة على حرف العلة المحذوف، والتاء للتأنيث. والتاء للتأنيث. خديجة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. جارتها، جارتا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف، والها ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. لاحظ المثال الذي بعده، أو في نزهة، فنكمل المثال. في نزهة، في حرف جر، نزهة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. المثال الذي بعده، كرمنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا الفاعلين، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. في محل رفع
فاعل الناجحين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر السالم. ماذا نستنتج عزيزي الطالب؟ نستنتج ما يلي: يبنى الفعل الماضي على الفتحة الظاهرة على آخره نحو فتح، فعل صحيح، جلس فعل صحيح ولم يتصل به شيء، كتب بني على الفتح لاتصاله بألف الاثنين، ألف الاثنين تعتبر ضمير متصل في محل رفع فاعل، علمت أيضا إذا اتصلت به تاء التأنيث فيبنى على الفتح، والتاء تعتبر للتأنيث، وفاعلها ضمير مستتر تقديره هي، أو قد يكون ظاهرا ولكن هنا التاء تعتبر للتأنيث إذا كانت ساكنة، فلنتذكر ذلك دائما. ثانيا، ملاحظة ثانية: يبنى الفعل الماضي على الضمة إذا اتصلت به واو الجماعة وهي الملائمة للواو، كتبوا، جلسوا. ويبنى الفعل الماضي على فتحة مقدرة إذا كان معتلا، معتل الآخر، وحذف حرف العلة نحو رمت، دعت، فهنا مبني على الفتحة المقدرة على حرف العلة المحذوف. أيضا هنا أيضا نفس الشيء. رابعا، يبنى الفعل الماضي على ضمة مقدرة إذا كان معتلا، أي معتل الآخر، وحذف حرف العلة لاتصاله بواو الجماعة، مثل ما قلنا رموا، دعوا. فالعاء هنا والميم عليهم ضمة لكن ليست علامة الرفع لأنه حرف العلة حذف، فعلامة الرفع هي الضمة المقدرة على حرف العلة المحذوف لاتصاله بواو الجامعة. خامسا، يبنى الفعل الماضي على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. ضمير الرفع المتحرك تعرفونه: التا، تي، تو، درست، درستي، مثلا ذهبنا، نا الفاعلين، اجتهدنا، نون النسوة تعتبر فاعل أيضا، إذا أو درستو تاء الضمير أيضا. ننتقل أعزائي التلاميذ الآن إلى التطبيق. التطبيق: استخرج الأفعال الماضية وبين علامة إعرابها في الأمثلة. المثال الأول: إذا أردت شيئا سيتآمر الكون كله لمساعدتك على تحقيقه. ثانيا: إذا اعتقدوا أن المغامرة خطرة جربوا الروتين ووجدوه قاتلا. الرجل الناجح هو من ظل يبحث عن عمل بعد أن وجد وظيفة. سأل الممكن المستحيل: أين تقيم؟ فأجاب: في أحلام العاجز. خامسا: انتعلوا النسيان ونسوا ربط الخيط وبه تعفروا. عزيزي التلميذ، يمكنك توقيف الفيديو للحظات حتى تتمكن من الإجابة ثم نعود. إذن الإجابة كما يلي: قلنا استخرج الأفعال الماضية وبين علامة إعرابها. المثال الأول: إذا أردت، لاحظ معي أردت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء التاء الفاعل، تاء الفاعل لأنه فيها حركة فتح هنا، والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل أيضا، كله لمساعدتك على تحقيقه. المثال الثاني: إذا اعتقدوا أن المغامرة خطيرة. إذا اعتقدوا، لاحظ الفعل اعتقد عليه ضمة لاتصاله بواو الجماعة، فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. جربوا أيضا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. ووجدوه قاتلا، إذا وجدوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. الرجل الناجح هو من ظل يبحث عن وظيفة بعد أن وجد وظيفة، بعد أن وجد عملا، فهو لاحظ معي ظل فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يبحث فعل مضارع، بعد أن وجد فعل ماضي مبني على الفتح لم يتصل به شيء، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. سأل الممكن المستحيل:
أين تقيم؟ سأل فعل ماض مبني على الفتح، الممكن فاعل مرفوع، فأجاب، أجاب فعل ماض مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. إذن مثال الآخر فعل ماض مبني على الضم، إن تعالوا فعل ماض مبني على الضم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. ناسوا أيضا، إذن هنا ناسوا تعرفون الفعل ناسا عليه ينتهي بحرف علة، حرف العلة حذف، وبالتالي نقول ناسوا فعل ونسية. ناسوا فعل ماض مبني على الضم المقدرة على حرف العلة المحذوف والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. تعثروا فعل ماض مبني على الضم والاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. إلى هنا أعزائي المشاهدين، نرجو أن تكونوا قد استفدتم. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا.